ازيكم عاملين؟ النهارده هعلمكم ازاي تقفل اسلاكك كده وازاي تقطع استك وترجعه سليم تاني. اول حاجه ازاي تقفل استك زي ما انا خفيته. هو اول حاجه انت محتاج تبقى عامل زي كده، حاطط مثلا 5 6 اسلاك في ايدك بالشكل ده، تمام؟ مش لازم تبقى ده بالساعه، يعني 5 6 اسلاك في ايدك بالشكل ده، تمام؟ وانت مش هتبقى ماسك استك في ايدك او حاجه، هو انت يعني لازم عامل الشكل ده بس كفر ليك مش اكتر. عشان ايه؟ انت اللي بتعمله ايه؟ انت بتشد الاستيك ده وبتلويه كده، اهو عامله لك بقى، تشد الاستيك وبتلويه كده بايدك، تمام؟ بيبقى عامل علامه الاكس دي، تمام؟ اهي تبقى بالشكل ده. كل اللي بتعمله ايه؟ اول ما عملت علامه الاكس بتحط ايدك جوه كده، بصوا بقى، اهي داخل ايدك جوه، بتمسك الاستيك بيبقى بالشكل ده، بين الالوجن او الخدعه البصريه ان انت الاستيك اصلا ماسكه في ايديك الاثنين، لكن الحقيقه انت في الايد دي اصلا، هو يعني انت مش ماسكه، هو شبك في الايد دي يعني من الاول. فانت ما بتعمل كده بيبقى الايد دي بتبقى نفس شكل الايد دي، فمحدش هتوقع ان هو مسك في ايدك اساسا. ايه اللي انت هتعمله بقى؟ انت اول حاجه ممكن تخفيه عادي كده خلاص، اول ما تسيب ايدك، انت كل اللي بتعمله بتسيب الايدين، بتفتح ايديك الاثنين في نفس الوقت. اهو تاني نعمل حاجه، كل اللي بتعمله ايه؟ بصوا، بفتح ايديا الاثنين في نفس الوقت. بس الخدعه دي ما بحبذهاش انك تعملها بالتكنيك ده قوي، لسبب ان ده استك، فيعني لو انا عملته كده وسبته اصلا هتلاقيه طاير، فانت مش هتعرف هو رايح فين اساسا. فلو عملتها لحد هيقول لك ده الاستك انت اساسا نايمته بعيد، فعشان تريح نفسك من وجع الدماغ بتعمل ايه؟ نفس القصه، هنمسك الاستك، هنعمل الاكس كده، يعني مش لازم تعمله بنفس الطريقه، ممكن يعني في الاول لو انت بتتمرن عليها ممكن تمسكه بتعوجه الاول كده براحه، اول ما عوجته بتمسكه بتشده كده عادي. بس الاسهل ايه بقى؟ ان انت وانت بتعوج كل بتعمله تعمل صباعك ده كده وخلاص كده اتعوج، تمام؟ تاني اهو تاخده كده اهو بالصباعين دول وبتعوجه تاني اهو. اللي بتعمله تلو ايدك دي، ايدك دي مفرود عادي، تلو ايدك بالصباعين دول بتاخده كده، تمام؟ اللي وبعد كده بتدخل ايدك كلها جوه وبتلوي كده، او ممكن تاخده بايدك كلها مره واحده، هي سهله مش صعب عليكم، تاخده بايدك كلها مره واحده، هو في ايدك اهو، تاخده في ايدك في الصوابع دي تلوي. اول ما عمل اكس بتمسكه بالصباعين دول. ايه بقى اللي انت ممكن تعمله؟ يعني انا مش عايزه تقفل الهواء، انت بس تسيبه بتمسكه بالصباعين دول بس، فهو بيبقى بالشكل ده. هو تاني تعمله كده، بتمسكه بالصباعين دول بس، يبقى الصباع ده مسك والصباع ده مسك. وممكن تعمل انك شميته مثلا والاستك داخل في مناخيرك، او ممكن تعمل حاجه تانية مثلا انك عملته كده هتحذفه في واحد حاسب حاسب وتلاقي الاستك اختفى، او ممكن حاجه تانية انك شفط الاستك. بس انت ايه يعني اهم حاجه، الاهم من الخدعه التمثيله اللي بعد الخدعه. يعني مثلا لو انت شفطت في مناخيرك هتقوم عامل، هتعمل نفسك كانك الاستك فعلا شميته، ان انت مدمن اساتك يعني بمعنى الاصح. لو يعني لو مش عايز تعملها كده ممكن برضه تعملها في بقك، ان انت ايه شفطته، يعني تمثل ان هو خلاص دخل في بقك وانت تبلع الاستك كده. تاني تريك بقى عايز اعلمها لكم، ازاي تقطع استك، مثلا تمسك استك وتقطعه وترجعه سليم تاني. اهو اعملها لكم تاني، اهو الاستك اهو، هتشده بلسانك هتعمل كده يرجع سليم تاني. الخدعه دي برضه ايه؟ الوجن، يعني هو ما فيش حاجه بتتقطع، هو خداع بصري، ما فيش حاجه بتتقطع وما فيش حاجه بترجع. هو انت كل اللي بتعمله، بس ركزوا بقى عشان بس اتعلموا الاولانيه الاول. في غلطه الناس كلها بتقع فيها، انها عايزه تتعلم حاجات كلها مره واحده، في الاخر ما بتتعلمش ولا حاجه، لانها بتتلخبط في كل، يعني بتتلخبط في التيك دي ودي مع بعض، ففي الاخر يا اما بتتعلم التيك وبتعملها وحش في النهايه فبتتقفش فبتتضايق، فتعلم تيك بسيط حتى لو هتاخد وقت طويل مش مشكله. التاني تيك هعلمها لكم، ازاي تمسك استك وتقطعه وترجعه سليم تاني. التيك دي بتتعمل ازاي؟ بص انا هعملها لكم براحه الاول، اهو بصوا قدام عينيك اهو، هعملها لكم براحه، انتوا ممكن ما تكونوش مستوعبين انا بعمل ايه دلوقتي، وده طبيعي جدا. اهو بقطعه وبعمل كده بيرجع سليم تاني. ايه اللي انا بعمله بقى؟ بمسك الاستك في ايديا في صوابعي الاربعه دول، من هنا من هنا عادي. وايه اللي بعمله؟ انا بعمل حاجه بسيطه جدا، وهي ممكن تكون شايفينها صعبه في الاول بس لو فهمتوها هتلاقوها سهله. كل اللي بعمله بنزل ده تحت الاول اللي فوق ده، كل اللي انا بعمله ان انا عايز انزل اللي فوق ده تحت واخد اللي تحت اطلعه فوق، هيبقى عندي الاستك عامله بالشكل ده قدامي، شايفين؟ تاني كل اللي بعمله بالصباعين دول الصنب ده، بنزل ده تحت اللي فوق بنزله تحت وباخد اللي تحت بطلعه فوق. ايه اللي حصل كده؟ بقى معايا الاستك معمول بالشكل ده، فمعايا 3 صوابع تحت سايبين اهو، ماسك ده كده اهي بالشكل ده. تاني اعدها لكم بالصباعين دول، ها
همسك هنزل ده تحت واخد اللي تحت هطلعه فوق، وهو بالتلات صوابع هدخل ايدي جوه كده، هيبقى معمول الشكل اللي انا ماسك كده. اللي بقى بيحصل لو انا سبت الصباعين دول، هما الصباعين دول بالشكل ده هما اللي ماسكين الاستك اهو، لو انا شلت الصباعين دول هتلاقي الاستك نزل لتحت، هو ما اتقطعش ولا حاجه، هو لزق في بعضه. بصوا لو عملت كده تلاقوا سليم، بس هو لزق في بعضه تاني اهو. بعمل كده، فانا بقى هعمل ايه؟ بعمل التمثيل قلت لكم اهم حاجه، بعمل اثنين كده وببعد، اللي هو خايف ايه ان الاستك يلسعني تاني اهو. بعمل كده وبشد، وانا بشد خايف ببعد، اول ما بسيبه بالصباعين دول الاستك بيلزق في الاستك اللي تحت، فبيبين ان هما واحد، لان لو انت طبيعي لو قطعت الاستك، الاستك ما حدش هيجي في دماغه ان انت كنت هيرفع ده والاستك نزل. فتاني تعمل كده تنزل لفوق تحت وتاخد اللي تحت فوق، هتلاقي الاستك عامل كده، التلات صوابع دول سايبين، هتمسك دول كده اهو، مسكته عادي بقى بالشكل ده، هتشد. ممكن تعمل صوت ده، معرفش بين في الكاميرا ولا لا، تاني بصوا اعمل ده الصوت ده، فالناس بيفتكروا فعلا الاستك اتقطع. هتقوم ايه اللي عامله؟ الاستك مقطوع اهو يا جماعه، تضم ايدك على بعض وهتفتح، هتفتح ايدك هتلاقي الاستك يرجع سليم تاني اهو. تاني اخر مره تاني، انت بقى ممكن تعمل التكتين اللي عملتها لكم قبل كده، اللي هي التك الاولى نفس الماسكه، لو خدتوا بالكم هتلاقي نفس الماسكه بتاعت التك التاني، او تعمل كده الاستك اختفى وبعد كده طب بص انا خفيت استك انا اساسا ممكن ارجعه لك تاني. انت بتعمل ايه؟ انت بتاخده بسرعه، الحركه دي بتعملها بسرعه بقى، انت ما تتعود عليها تعملها بسرعه، هتاخد الاستك في ايدك في ثانيه هتلاقي، بص انا بعملها بسرعه ازاي، هو الاستك عادي اعمل كده هتلاقي الاستك محدش هيجي في دماغه، وانت بتاخده من ايدك، وانت بتاخده من ايدك بصوا انا بعمل بيه حركات كده وبتاع اهو، محدش هيجي في دماغه ان انا لحقت اعمل كل ده. ما هي الفكره تك، كل ما تتعلمها اسرع كل ما هتعملها احسن اهو. فانا كده اتقطعت، دي ممكن تعملها براحه عادي الا بقى لو الشخص قريب منك جدا. ف انا اصلا مش شايف ان دول استكين، انا شايفهم استك واحد، لان الاستك دايما بيبقى لازق في بعض. في نوعيه استك برضه اللي هي بتبقى بتلزق في بعض شويه، اللي انا لو عملت كده اساسا ممكن تلاقي الاستك بيلزق، عامل فيه حاجه زي سمك كده شويه، تلاقيه لزق في بعض. فاصلا لما بتعمل كده هتلاقي الاستكين لزقوا في بعض. زي ما قلت لكم بقى اهم حاجه السرعه، واهم حاجه نصيحه انصح لكم اتعلم تيك وخليك فيها بروفيشنال الاول، بعد كده اتعلم تيك التانيه عشان ما لايتش الدنيا وتلاقي كله باظ مني. لو الخدعة عجبتكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا جرس القناة عشان كل ما ننزل فيديو يطلع لكم نوتيفيكيشن، وان شاء الله يعني كل يوم هنزل تيك جديد. يلا سلام.